الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أعرفكم بنفسي، أني الدكتور تيان صالح نجم، تدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، اختصاص قياس وتقويم كرة قدم الصالات. عنوان محاضرتنا هذا اليوم تحدث عن التعديلات الجديدة في قانون كرة قدم الصالات. هذه المحاضرة هي للاستفادة من يستفادون عنها طلبة كلية التربية البدنية، خصوصا المرحلة الأولى والمرحلة الرابعة، باعتبارهم يحضرون قانون كرة قدم الصالات. لكن في البدء راح أذكر نبذة مختصرة عن تاريخ نشوء كرة قدم الصالات. انطلقت فكرة كرة قدم الصالات من الأوروغواي عام 1930، عندما صمم خوان كارلوس هي ملعبا شكلا مكونا من 5 لاعبين يلعب على ملاعب بحجم ملاعب كرة السلة دون استخدام الجدران الجانبية. طبعا هناك رأي آخر ينسب تاريخ نشوء لعبة كرة قدم الصالات إلى البرازيل. نعرف احنا هذه اللعبة اكتسبت شعبية كبيرة في دول أمريكا الجنوبية وخاصة البرازيل. عام 1955 طبعا البرازيل نظمت بطولة، وبنفس الوقت الأوروغواي أيضا نظمت بطولة بنفس هذا التاريخ أو في نفس هذه السنة. كرة قدم الصالات حديثة العهد في العراق، دخلت العراق عام 1999 طبعا بطلب من الاتحاد الآسيوي لنشر هذه اللعبة في جميع أنحاء العراق. ومنذ تلك الفترة العراق هو مواظب على نشر هذه اللعبة. نجي إلى هذا الشيء مختصر عن تاريخ نشوء اللعبة. نجي إلى التعديلات الجديدة في قانون كرة قدم الصالات. المادة الأولى ما فيها تعديل، المادة الثانية لا يوجد تعديل، المادة الثالثة اللي هي اللاعبين، المادة الثالثة تضمن اللاعبين اللي هي يسمح لخمسة لاعبين من كل فريق في حد أقصى بإجراء عمليات الإحماء في منطقة الإحماء في نفس الوقت. سابقا كان 3 لاعبين وكما موضح أمامكم في الصورة. هذا التعديل يضمن فقط في المادة رقم 3، المادة الثالثة. المادة الرابعة اللي هي معدات اللاعبين، القانون ضاف لنا معدات أخرى. احنا نعرف المعدات لازم هي شنو، ما تسبب خطورة على اللاعبين. المعدات ضافونا القمصان، الصدريات، واقيات الركبة، الذراع اللي تم اعتمادهم في كرة القدم هو أيضا اعتمدوهم في كرة القدم الصالات. أضافة إلى ذلك استخدام نظام التتبع الإلكتروني، وأي نصوص بخصوص الشعارات والصياغات والصور والإعلانات. هذا فيما يضمن المادة الرابعة. المادة الخامسة اللي هي تشمل الحكام. بالنسبة للحكام، أي من الجهاز الفني الكادر مسؤول لكل فريق اللي يسيئون التصرف، لازم هنا الحكام يتأخذون الإجراء القانوني بحق اللي يسيء التصرف ضمن المادة 12 اللي هي الأخطاء وسوء السلوك. أيضا عندنا معالجة فريق اللي يرتكب مخالفة تستحق عقوبة الطرد. هنا راح يبقى جالس على منطقة الكرسي الخاص في المنطقة الخاصة بهذا المعالج، ما يطرد. هو صح أخذ هذه العقوبة اللي تستحق الطرد، لكن يبقى لحين انتهاء المباراة. بعد ذلك حكم المباراة يقدم تقرير للجهات المختصة أنه هذا المعالج هو ارتكب هذه سوء السلوك اللي يستحق مخالفة الطرد، يتسنى لهم في المباراة القادمة انه يجيبون غير معالج. المادة السادسة اللي هي الحكام الآخرون، اللي هو ضمننا احتياطي الحكم المساعد. احتياطي الحكم المساعد هذا يتم تعيينه من قبل لجنة المسابقات، ويحل مكان الحكم الثالث اذا اصبح اي من الحكام هو غير قادر على اكمال المباراة. طبعا في المسابقات
البطولات والمسابقات الرسمية، هذا احتياط الحكم المساعد هو يكون دورة وواجباته هي مطابقة للأحكام المنصوص عليها في قانون كرة قدم الصلاة. هذا فيما يتعلق بالمادة 6 اللي هي الحكام الآخرون. بالنسبة للمادة 7 اللي هي زمن المباراة، احنا نعرف زمن المباراة عندنا، نعرف احنا عندنا حكام، حكم أول، حكم ثاني، حكم ثالث، ميقاتي. الأزمنة خاصة بالميقاتي، الميقاتي مثلا احنا عندنا كل شوط يتكون من 20 دقيقة، الميقاتي هو اللي يشير بنهاية كل 20 دقيقة اللي هو كل نهاية شوط من أشواط المباراة عن طريق الإشارة الصوتية المميزة. المادة 8 اللي هي ابتداء واستئناف اللعب، إجراءات ركلة البداية. احنا نعرف كل اللاعبين ما عدا اللاعب اللي ينفذ ركلة البداية انه يكون في دائرة المنتصف. من ضمن التعديلات الجديدة يسمح، طبعا من ضمن التعديلات تسمح الكرة في اللعب عندما تركل وتتحرك بوضوح، تركل وتتحرك بوضوح، من تتحرك بوضوح، هاي انضاف كلمة بوضوح ضمن التعديلات. في ركلة البداية سابقا لا يسمح القانون بتسجيل هدف مباشرة من ركلة البداية، لكن بالتعديلات الجديدة هنا القانون سمح لنا بتسجيل باحتساب الهدف عند التسجيل من ركلة البداية. إذن يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة البداية، لكن شنو؟ فقط في مرمى الفريق المنافس. لكن هذا اللاعب إذا نفذ الكرة باتجاه المرمى مالته راح تحتسب ركلة ركنية. إذن المادة الثانية اللي هي ابتداء واستئناف اللعب اللي هي إجراءات ركلة البداية يمكن تسجيل هدف مباشرة في مرمى الفريق المنافس. هذا فيما يتعلق بالمادة الثانية. المادة 10 تحديد نتيجة المباراة، كل فريق سينفذ 5 ركلات. طبعا سابقا كان كل فريق، طبعا ركلات الجزاء، كل فريق سابقا كان هو 3 ركلات، لكن في التعديلات الجديدة القانون سمح انه 5 لاعبين، يعني 5 ركلات، 5 ركلات، يعني هاي ضمن المادة العاشرة وليس 3. عندنا الأخطاء وسوء السلوك. الأخطاء وسوء السلوك، احنا نعرف حارس المرمى هو يسمح له مسك الكرة داخل المنطقة الخاصة به اللي هي منطقة الستة متر، تعتبر لمس الكرة باليد مخالفة إذا قام اللاعب هنا، إذا اللاعب لمس الكرة متعمدا بيده أو ذراعه. طبعا هذا يشمل تحرك اليد أو الذراع في اتجاه الكرة إذا كان في اتجاه الكرة. النقطة الثانية، إذا كسب حيازة أو سيطرة على الكرة بعد شنو؟ يعني أثناء لمس الكرة بيده أو ذراعه وأخذ حيازة بالكرة، وهاي الحيازة شنو؟ استفاد منها، يعني سجل حرز هدف في مرمى الفريق المنافس أو خلق فرصة لتسجيل هدف، هنا يعتبر القانون لمس الكرة باليد مخالفة. كل هاي المخالفات إذا لمست الكرة يد أو ذراع اللاعب مباشرة من الرأس أو جسم بما في ذلك القدم لاعب آخر الذي يكون قريب منه، وأيضا أكو بعض الصور هي توضح ذلك. منع هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف، ما نعرف عندما يمنع اللاعب فرصة محققة لتسجيل هدف هنا يكون عقوبته شنو؟ الطرد. لكن أنا كحكم لازم أحدد أنه هذه الفرصة هي فعلا محققة لتسجيل هدف، لازم أخذ نظر الاعتبار أولا المسافة بين المخالفة والكرة، يعني مو الكرة هي بعيدة عني وأنا أحتسب هاي أقول هاي لا هاي فرصة محققة لتسجيل هدف، لازم المسافة بين المخالفة والكرة خلينا نظر الاعتبار. ثانيا لازم احدد الاتجاه العام للعب، يعني يكون باتجاه مرمى الفريق المنافس. زين، يعني انا مو العب في منطقه الدفاع الخاص بي او في نصف الملعب الخاص بي واعتبر انه هذه فرصه محققه لتسجيل هدف، لا، الاتجاه العام للعب هو باتجاه مرمى الفريق المنافس. بالاضافه الى ذلك احتفاظ اللاعب بالكره، احتفاظ اللاعب بالكره والسيطره عليها. إضافة لذلك تمركز اللاعبين وعدد اللاعبين المدافعين وكذلك حارس المرمى، كل هذه لازم أخذها بنظر الاعتبار.
المادة 13 ركلات الحرة المنافس اللي نعرف يعترض حركة الراكل في اتجاه الكرة، يعني اليوم نأخذ ركلة حرة مباشرة، لكن هذا المنافس يعترض حركة الراكل ما يحترم المسافة المطلوبة، لازم هنا وحتى لو احترم المسافة المطلوبة لكن هو يسيء السلوك هنا يجب انذار هذا اللاعب. ركلة الجزاء هي المادة 14، عندما تلعب الكرة يجب أن تكون أو أن يكون جزء من قدم واحدة على الأقل حارس المرمى الفريق المدافع تلامس أو في المستوى مع خط المرمى، وأن الحارس يبقى ثابت أنه ما في وسط على الخط، أنه ما يمس الشباك ولا يمس القوائم ولا العارضة أثناء تنفيذ الركلة ركلة الجزاء. ركلة التماس تحسب ركلة التماس للاعب المنافس لآخر لاعب لمسه الكرة، عندما تعبر الكرة خط التماس سواء على الأرض أو في الهواء أو عندما تصطدم بسقف بسقف الصالة عندما تكون الكرة في اللعب. لازم اليوم من أجلنا في ركلة التماس لازم الكرة شبيهة تكون أول شيء ثابتة على خط التماس، من غادرة هذه النقطة ميدان اللعب لازم أنها تكون ثابتة، سابقا كانت لازم ترجع مسافة 25 سنتيمتر، ممكن بالتعديلات الجديدة لازم شنو ثابتة على خط التماس. كل المنافسين نعرف لازم يكونوا على بعد مسافة 5 متر من تنفيذ ركلة التماس، وأيضا تصبح الكرة في اللعب عندما تركل وتتحرك بوضوح. رمية المرمى المادة 16، عرفنا يجب إطلاق أو رمي الكرة من أي نقطة داخل منطقة الجزاء من قبل حارس مرمى الفريق المدافع. شكرا لحسن استماعكم، وان شاء الله تكون هذه المحاضرة قد استفاد منها طلبة كليتنا. شكرا جزيلا.